لو الحكاية فيها إن فيدي السكر الحديد بتستعد واستعدت من يوم 28 بدفع 16 قطار زيادة عن القطارات المعتادة إلى الوجه الإبني، ما بين 8 قطارات مكيفة وما بين 8 قطارات بالدرجة المميزة. كثافة العيد تم التوضيب لها بالتأمين من على الأبواب، بالتأمين الشرطي على الأرصفة، بالتأمين الشرطي داخل القطارات، بالتفتيش الأجهزة. يعني حضرتك راضي عن وجود الشرطة ودورها الموجود في القطار؟ التأمين الشرطة ده شيء لازم حفاظا على روح الراكب وحفاظا على ممتلكات الهيئة. وأنا لو ما فيش شرطة اشتغل إزاي يعني؟ ما انت شايف الحالة بيحصل فيها ايه؟ وانا لما الشرطة بتفتش الواحد عن طريق اجهزة كاشفة للمعادن وعن طريق التفتيش الذاتي، ليه؟ ما ده تأمين للراكب، والتأمين للراكب ذاته، انا عارف ايه اللي ممكن يحصل، وانا لما تحصل حاجة يقولوا فين الشرطة؟ وانا هذا احنا بنعمله خدمة للراكب. وهتجد الشرطة موجودة على الأرصفة في صالة محطات القاهرة داخل القطارات متواجدين خلال 24 ساعه. طب استاذ حضرتك يا فندم، احنا عرفنا ان المهندس سمير نوار طرح عدد من التذاكر الاضافيه لمضاهات الاقبال الشديد الموجود على المحطه. تم تقويه جميع القطارات المعتاده بعربات علاوه مكيفه، ويتم حجزها يوما بيوم ابتداء من يوم 28، يعني النهارده احنا بنتكلم في 30/10 النهارده، 30/9 واحد. او 1/10 النهارده، يبقى النهارده حجز واحد، بكره حجز اثنين، والحجز يعني المسبق انتهى يوميا عربه بعربه، دي طبقا لتعليمات السيد رئيس مجلس اداره الهيئه. طب استاذ حضرتك يا فندم، بالنسبه للسوق السوداء، واحنا عارفين طبعا ان هي منتشره لان اليومين دول يوم موسم بالنسبه لهم، ايه الخطط اللي حطاها الهيئه لمواجهه السوق السوداء؟ انا جميل سؤالك. السوق السوداء ما تزعلش مني، الراكب هو اللي بيخلقها مش انا. ليه بقى؟ انا هيئه بتقدم خدمه تباع على شبابيك التذاكر، بيتم وضع رقابه مشدده، عدم اعطاء الراكب اكثر من 3 تذاكر للمسافر، تواجد مفتشي اداره المبيعات على الشبابيك، تواجد مفتشي خدمه العملاء، تواجد مفتشي مباحث الاداريه والمباحث العامه وقضاء المحطه واداره المحطه، كل هذا بيتواجدوا اثناء صرف التذاكر منعا للسوق.